مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. عرف مهرجان الزي التقليدي الجزائري إطلالات متنوعة. محافظة المهرجان المصممة حفيدة بريكي اختارت أن تبرز جمال الزليج الجزائري في إطلالتها. حفيدة، علاش اخترتي الزليج اليوم إن شاء الله؟ الزليج الجزائري ليكيب ناسيونال وموروثنا وتقاليدنا وجزائرنا، فلازم أكون جزائرية 100%. إن شاء الله طبعا ناجحة. هذا واش حبيت. شكرا عليكم بكل على حضوركم وعلى دعمكم لي. وعلى خطى محافظة المهرجان المصممة حفيدة، اختار بعض المشاهير أن يبرزوا زخارف الزليج في إطلالاتهم. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.